ايه ده؟ كلام جامد قوي. ما كنتش عارف انك انسانه قوي كده. عمر انا فكرت كويس قوي وقررت. قررت ايه؟ هرجع لك كل ما اللي ما اخدته منك. ده كرم كبير قوي. طبعا فلوسي هترجع لي، ده من غير كلام. بس انت فاكره هترجع لي فلوسي وهسيبك تمشي كده؟ انت عايز ايه بالظبط؟ أكيد عرفت من حركة أمين إن أنا قالب عليك الدنيا. النصيب جابك لحد عندي هنا عشان آخد حقي. أنتِ عارفة أنا عشت في ألم قد إيه؟ واضح إن الحب مع واحدة زيك غلطة كبيرة. ما تنكرش إن أنا حذرتك من مشاعرك ناحيتي. أنتِ قلتي كده فعلاً؟ طبعاً الغلطة عندي أنا. طيب وشريف؟ حذرتيه هو كمان؟ مفيش داعي للغلط يا عمر. انت ما شفتيش مني غلط لغايه دلوقتي. انت ما شفتيش مني الا الحب. وانا ما شفتش منك الا الكذب. ومش هسكت. أتمنى تكون الحفلة عجبتكم، وأتمنى من السادة اللي جايين يتبرعوا يسلموا الشيكات للمحامي وصديق رحلة العمر دكتور مصطفى صبري. ودلوقتي اسمحوا لي أرحب بشكل شخصي بضيفي العزيز الشاب اللي جه مخصوص الليلة دي علشان يدعم المشروع من غير حتى ما يعرف تفاصيله. رجل الأعمال المصري الألماني صاحب مشروع كايرو كابيتال مول، مسيو عمر هداية. مساء الخير. زي ما حضراتكم عارفين كنت هوقف مشروع كايرو كابيتال مول، بس حظي كان حلو ان قابلت مراد بيه اللي كان زي اخ كبير ليا. انت مال ايديكي ساقعه كده؟ محمد مراد عندي صداع فظيع، عايز اروح البيت حالا. تروحي ايه يا كرم؟ الحفله حفلتك، اقعدي. بس رجليا مش شايلاني، استحملي شوية. اسمعي، اتعرفت على زوجته الجميلة سوفيناس زهير، اللي لما عرفت من مشكلتي مع الحكومة حلتها وانقذت الموقف. أنا مش عارف أشكر العيلة دي قد إيه، بس أنا هنا مش عشان أتكلم عن شغلي، أنا موجود عشان دار كارما. لما الدكتورة صفيناس كلمتني عشان نجمع فلوس لدار الأيتام، ما كنتش عارف مين ورا الفكرة الجميلة دي. فجيت معايا في جيبي شيك بثلاثة مليون جنيه. لما وصلت عرفت إن صاحبة الدار الأنسة كارما النوار. واللي مش عارفاه صفيناس هانم إن إحنا معرفة قديمة وقابلنا قبل كده في أوبرس. أنا آرت كولكتر وكنت رايح أوبرس عشان أشتري لوحة جزيرة سعيدة للفنان محمود سعيد. If you don't know, he is, in my opinion, the most important and leading modern painter in Egypt. يعني يا كرمة ما قلتليش انك تعرفي عمر هداية؟ اصلي ما كنتش عارف انه حضرتك عزمتيه. للأسف
اتأخرت على المزاد وعرفت إن في حد اشترى اللوحة قبل مني، فروحت هوتيل عشان اشتري اللوحة من اللي سبقتني إن هي كارما النوار. فعلا عرفت أخذ اللوحة منها، كنت مبسوط جدا وعرفت حاجات كتير عنها. أهم حاجة إن هي مش بتحب الشيكات، عشان كده أنا مش هقدم الشيك ده. أنا قررت إن شركتي هتساعد في بناء دار كرم من أول طوبة لآخر طوبة. إحنا لازم نشجع اللي زي كرمة، اللي زيها مفيش كتير. شكراً.